السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي متابعي ومستمعي إذاعة القرآن الكريم، حياكم الله أينما كنتم وكيفما تواجدتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة برنامجكم كن فضوليا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، تقضى بها الحوائج، تنفرج بها الكربات، وتزاح بها الجوائح يا رب العالمين. كن فضوليا، لكن لماذا وكيف؟ لماذا نثير الفضول ونطرح الأسئلة؟ هل قضايا مجتمعنا كلها واضحة مطروحة للنقاش؟ أم أن واجبنا إثارة الأسئلة وإعمال العقول وإثارة الفضول؟ أليست الإجابات والحلول مقترنة بطرح الأسئلة أولا؟ كيف أجد جوابا لسؤال لم أطرحه ولم أفكر به مسبقا مع أنني بحاجة لذلك؟ لماذا نكون فضوليين أيها الكرام؟ ذلك لأن المعرفة تبدأ من الاستفهام، ولأن الحل يبدأ من الأسئلة، ولأن العلاج يبدأ من تحديد موضع الألم. هو جيل أسعد أجمل يفهم دنياه يعمر معا. نكون فضوليين أيها الكرام لأننا جميعا نحب الله ورسوله ودينه ووطننا، لأننا جميعا نريد لهذا المجتمع الصلاح، نحب الخير ونريد أن نزرعه، ونريد أيضا اقتلاع شوكنا بأيدينا. لأجل ذلك كله كان برنامجكم كن فضوليا. لماذا هجرنا كتاب الله؟ لماذا تركنا الغبار يعلو على مصاحفنا في بيوتنا؟ لماذا تحولت المصاحف عن مناهج الحياة وتشريعاتها لتصبح للأسف الشديد للزينة في بيوتها الخشبية الجميلة في غرف الصالونات؟ لماذا انفض الأغلب عن حلقات القرآن والتحفيظ؟ ألا ترون الفساد المنتشر والذي يزداد بشكل مخيف حولنا جراء ابتعادنا عن مصاحفنا؟ كم نحفظ من كتاب الله تعالى؟ كم يحفظ أبناؤنا وبناتنا من القرآن الكريم؟ وبالمقابل كم يحفظون من الأغاني الهابطة السخيفة الضالة المضللة؟ قلوبنا تشكو السأم، أرواحنا تشكو الألم، ودواؤها موجود في كل بيت، لكننا نبتعد عن هذا القرآن. هل من الصعب أن نبدأ بصفحة فقط يوميا؟ أليس علاج أبداننا وأرواحنا يكمن بتعلقنا بمصاحفنا والتزامنا بأحكام قرآننا الكريم؟ هل تحسبون كم تمكثون على جوالاتكم؟ هل جربتم وضع حد لهدر الوقت؟ الوقت الذي يزعم الكثيرون ندرته وعدم التفرغ لتلاوة القرآن الكريم. ما تبعات الابتعاد عن القرآن وأحكامه في حياتنا على الصعيد الفردي والمجتمعي؟ كل هذا وأكثر ناقشه معكم أيها الكرام، وكما تعودتم أستقبل اتصالاتكم على 0923-1110 وعلى جوال 0599-15-1010، كما أيضا أستقبل تعليقاتكم عبر البث المباشر للفيسبوك الخاص بإذاعة القرآن الكريم. ولكن دعونا نذهب لهذا التقرير الذي أعده الدكتور محمد الملاح ثم أعود إليكم. القرآن الكريم نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا معشر المسلمين، وأنعم الله بها علينا معشر العرب بشكل خاص. فالله سبحانه وتعالى قد امتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومه بالقرآن الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى وإنه، يعني القرآن العظيم، وإنه لذكر لك يا محمد، ذكر يعني شرف ومكانة عظيمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان، وهي سورة مكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قديما، اشتكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هجر قومه للقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني مطنشينه وتاركينه ومستهترين فيه. وطبعا الآية واضحة أنها شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم من هجران قريش وكفرهم بالقرآن الكريم. لكن المفسرين رأوا أن هجر القرآن يشمل هذا، يشمل الكفر به، ولكنه أيضا يشمل صورا كثيرة نمارسها نحن المسلمين. هجر تلاوته، متى قرأت القرآن الكريم؟ هل تتذكر آخر مرة قرأت فيها المصحف؟ أخذت بيدك المصحف وقرأت فيه صفحتين ثلاث أربع جزء كامل. شوف كل واحد منا يعرف نفسه، كثير منا وللأسف الشديد في رمضان أول يوم من رمضان يبدأ يجدد عهده بالمصحف، ولذلك تلاحظون الغبار كيف يعلو المصاحف في المساجد.
حتى يجي واحد رمضان يصبح في تنظيف للمصاحف وعودة لها. هذا رائع جدا أننا نعود في رمضان، لكن الخطأ هو أننا نهجرها في خارج رمضان. أيضا من أنواع الهجر هجر التدبر له. بعضنا ربما يقرأ 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 لكنك تستوقف عن بعض الآيات ما يفهمها، أو ربما يقرأ القرآن وهو يكذب، يقرأ القرآن وهو يغش، يقرأ القرآن وهو يخون الأمانة. طيب أنت تهجر هذه المعاني التي تقرأها، ولذلك ورد في بعض الآثار قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كما في بعض الآثار. لماذا؟ لأنه يخالفه، يكذب ويغش ويسرق وهو يقرأ القرآن، وهذه مصيبة. فهذا نوع من هجر القرآن، هو هجر تدبره وفهمه وإن كان يقرأه. لذلك الخوارج كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما لهم حظ من الدين، وبالرغم من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. لماذا؟ لأنهم بس يقرؤون بألسنتهم ولكنهم يخالفونه بأفعالهم وقلوبهم. فهجر القرآن له صور، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل به، هجر تلاوته، وكلها محرمة وممنوعة على المسلم. المسلم ينبغي أن يقترب أكثر من القرآن، أن يحرص على قراءته، يحرص على فهمه، يحرص على تدبره، يحرص على العمل به، لأنه هو حياة المؤمن. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى روحا، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولا يمكن أن يعني تمتلئ روح المؤمن إلا بالقرآن وبفهمه وبتدبره وبالعمل به. خلك حول القرآن الكريم، وإياك وهجر القرآن الكريم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله من جديد. القرآن الكريم، نحن نهجر القرآن والقلوب تقسو. ألا تعتقدون كثرة المشاكل والمشاجرات سواء كانت في البيوت أو خارجها دليل على هجرنا القرآن؟ نحن الآن في حجر في بيوتنا بسبب هذه الجائحة. من منا يعكف على القرآن، يتدبره، يقرأه، يتلوه، يحفظ منه؟ من منا عاد إلى القرآن وشعاره عجلت إليك ربي لترضى؟ من منا يقرأ القرآن ليفهم التفسير ويفهم بما فيه؟ هذا الذي أناقشه معكم. كم نحن ابتعدنا عن هذا القرآن العظيم تطبيقا وفهما ووعيا وسلوكا؟ كم ابتعدنا؟ وماذا نجر اليوم من حسرات ومن ندم بحسبنا هذا الهجران الذي ندفع ثمنه آلاما وجراح نفسية ومجتمعية وقتل وهدر لكل أوقاتنا مواردنا؟ هذا كله أيها الكرام لأننا هجرنا هذا القرآن. وعلى الأبواب يحل علينا شهر عظيم معظم، أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يعني يبلغون هذا الشهر، وأن نكون من عتقائه يا رب العالمين. شهر رمضان المبارك، نحن وإياكم اليوم أسألكم، لماذا هجرنا القرآن؟ كيف نعود إلى القرآن الكريم عودة حقيقية؟ ولا أتحدث فقط عن عودة التلاوة أو عودة القراءة فقط، إنما بالتحكيم وبالعمل وبالأفعال، تبدأ من المسؤول حتى الإنسان العادي. أذهب إلى أخي أبو إبراهيم من فقوع. السلام عليكم. الله يقويك ومن عليك بالصحة والعافية يا رب جميعا. الله يحفظك. بارك الله فيك لاختيارك لهذا الموضوع الشيق جدا جدا جدا. الله يكرمك. يعني أنا في الحقيقة يعني بقول إنه حينما قال أهل العلم خير جليس في الزمان كتابه، لا أنا بدي أضيف عليها للتعريف، خير جليس في الزمان الكتاب. الله. ومثل ما تفضل الأخ اللي قبلي إنه الهجر أنواع، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل به. والقرآن الكريم القراءة فيه نور وهدى، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره وتكثر بركته ويقل شره، والذي لا يقرأ فيه القرآن مثل ما تفضلت معظم مشاكلنا بسبب البعد عن القرآن الكريم. وبدي أقول نقطة، أن القرآن الكريم مثل ما قال أهل العلم ثلاث، قرآن صامت وهو الكون بدل على وجود الخالق، والقرآن اللي بين أيدينا هو قرآن متكلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان قرآن يسير على الأرض، ووصفته عائشة بأن خلقه كان القرآن. والقرآن الكريم يا صديقي العزيز مثل ما قال أيضا أحد العلماء، قال فيه من فراش الزوجية حتى العلاقات الدولية، أي شيء بدك إياه تجده في القرآن. صحيح. وإذا ما علمنا أولادنا القرآن الكريم سيكونوا فصحاء وبلغاء في، يعني قصدي أهل بلاغة في اللغة العربية، لأنه أحد النصارى أوصى ابنه قال له في حصة القرآن ما تخرج، قال له ليش؟ قال له يابا لأنه بيعلم اللغة العربية وفيه عدد كلمات شيء
رائع جدا. فهو نصح ابنه، فكيف نحن لا ننصح أبنائنا بالقرآن الكريم؟ وأخي الحبيب إذا بدي أتحدث عن القرآن قد يطول، لكن ما أحببنا إذاعتكم إلا لأنها سميت بإذاعة القرآن الكريم، وهي بفضل الله تختم القرآن الكريم في أقل من 3 أيام كل ختمة. فأسأل الله أن نكون قرآنيين مباركين بالقرآن، وأن ييسر لنا من يحكمنا بالقرآن. وبارك الله فيك. شكرا شكرا أخوي إبراهيم، الله يجزيك الخير. أروح لأخوي مجدي أبو خميس. أستاذ مجدي من غزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك دكتوري العزيز محمد. حياك الله، بارك فيك سيدنا. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله بهذا الكتاب العزيز من الرب العزيز سبحانه وتعالى. القرآن يا أستاذي الكريم هو شمول للحياة جميعا، حسنت، بجميع الصور وجميع الأشكال سبحان الله. وفي نفس الوقت هو كأنه ميزان القلب في الدنيا. يعني الفرقان، القرآن فرقان. نعم. كثير أنت اقتربت من هذا الكتاب، تمسكت به، تخلقت بخلقه، راودت على قراءته، تفهمت، تشربت، فأنت ترتقي. كلما ارتقيت في القرآن ارتقى الإيمان لديك، وكأنه يظهر لك صورتك عند الله سبحانه وتعالى يا عزيزي. صدقت. أنا عجبني كلامك لما تقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مو شرط الهجر هجر القراءة يا دكتور. صحيح. هجر الفهم أمر من هجر القراءة. والله أمر وأقسى. نعم. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه لا يحفظ القرآن، ولكن كان وليا. نعم. إحنا اليوم نجد من يحفظ القرآن ويحفظ القرآن ويسيء الأخلاق، للأسف. هذا شيء يعني فيه انفصام. صدقت. أو انفصام بالشخصية، وهذا نسأل الله دائما الهداية لجميع الناس. الله يكرمك. شكرا. الله يفهمنا القرآن. آمين. الله يجزيك خير. ويعلمنا إياه. الله يتقبل ويشربوا في أنفاسنا إلى يوم القيامة. آمين. شكرا. الله يجزيك خير. نعم. سيد مجدي. نعم. أبو خميس من غزة. ولازلت أستقبل اتصالاتكم على 0923 13 10 10، على جوال 0599 15 10 10. وأسألكم، لماذا هجرنا القرآن؟ وكيف نعود لهذا القرآن قولا وفعلا وتطبيقا وفهما ووعيا وسلوكا على الأرض؟ أذهب إلى أخي أبو أنس. السلام عليكم من الناصرة. أبو أنس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يكرمك يا رب. كيف يعني مو؟ أخونا فكوعة وغيره، يعني نحن لا يعني نأتي بشيء جديد إذا قلنا أن هذا رائع واللي قبله رائع واللي قبله، يعني كل البرامج بتعيش الحياة اليومية تحت. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وصلحوا بالقرآن. نعم. عشان هيك اختار السيد في كتابه جيل قرآني فريد. جيل قرآن فريد، حسنت. تربى على كتاب الله ونهل منه وطبقه على أرض الواقع تطبيقا عمليا. أنا سبقت الأحداث، نهنئ العالمين العربي والإسلامي بذكرى الإسراء والمعراج. صحيح في اختلاف بالتاريخ، لكن اجتمعت الأمة، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. إنه ب27 رجب شقال بجمادة. المهم أنها ذكرى عطرة طيبة على قلوبنا ونفوسنا، ولهذا رفض صلاح الدين الأيوبي أن تمر الذكرى والأقصى بأيدي الصليبيين، فكان التحرير في 27 رجب نفس الذكرى. فنبارك العالمين الإسلامي، وإذا أرادوا الدخول إلى بيت المقدس فإن القرآن الكريم ذكر في سورة الإسراء، وهذه عودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وإن عدتم عدنا. دكتور الفاضل، حقيقة يعني عندما يعني هذه الآية بتهز أركان الإنسان المؤمن، عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو من هجر القرآن قراءة وتطبيقا إلى الله. يا رب. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم. الله سبحانه وتعالى سماه نور وشفاء لما في الصدور. صدقت. أعطاك منهج حياة موجود في كتاب الله، ولهذا يعني ما ضلت البشرية
إلا عندما تركت العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ما من هم ولا غم إلا ويزول بتلاوة القرآن. حتى التلاوي، حتى التلاوي يا دكتور العزيز، يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نريد التلاوة، نريد العمل به. والقرآن الكريم يعني القرآن المكي، إذا إحنا بدنا والقرآن المدني تستطيع أن تنهج منهج حياة في آيات الله سبحانه وتعالى، وإنت موجود بهذه الديار، وإنت موجود تحت الاحتلال، وإنت موجود بأي دولة عربية أو أجنبية، تستطيع أن تتكيف أيضا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا بكتاب الله قراءة، تلاوة، تطبيقا. حتى دكتور في بعض، إذا قرأنا إحنا القرآن الكريم حسب أحكام التجويد، نعم، في بعض الآيات تعطي المعنى بدون ما تفتح التفسير. صحيح. بقرأ إلى هديك اليوم سورة ياسين وجاء، مد 4-5 حركات، يعني بتشعر إنه جاء من مكان بعيد مشيا على الأقدام حتى يعني يعظ الناس. فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها، يعني بتشعر إنه قاعد بصيح فرحان مبسوط. حتى من خلال قراءتنا القرآن بأحكام التجويد فيها معاني. شوف أنت الكفار، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا يعني تشعر أنه قاعد بهرب. بتنهنى. تعزل علينا. الله يعافينا. الله يزيك الخير يا أبو أنس، أنا بدي أشكرك. علينا بكتاب الله أولا وآخرا إن شاء الله. الله يزيك الخير، حتى أتيح الفرصة لأستمع للاتصالات الأخرى. ولكن أسألكم جميعا، لماذا هجرنا القرآن الكريم؟ لماذا هجرنا القرآن الكريم؟ هذا السؤال الصادم والكبير الذي لابد أن نقف وإياكم معه. أستقبل اتصالاتكم على 09-233-1110 وعلى جوال 05-99-15-1110. أروح على أستاذة زينب سلفيتي. السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ محمد، بارك الله فيكم. الله يبارك في عمرك. القرآن الكريم هو منهج حياة، يعني مش القرآن الكريم معي أستاذ محمد. نعم نعم، طبعا طبعا، تفضلي. القرآن الكريم هو منهج حياة، فهذا القرآن مستهدف من قبل الاستعمار الغربي، كان يقول لك أزيلوا القرآن. طب كيف أزيله؟ بالعكس، كل ما كان يشتد القسوة يعني والإجرام على المسلمين كان يزدادوا صلابة. لا، هم بهجروا أحكامه. إحنا بدنا نحسن الدين، وبدنا نطور الدين، وبدعوة تطوير القرآن وتطوير الدين. أنتوا بتفهموش الأحكام، وهم بيكونوا يفسروا حسب المنهج الغربي أو حسب اللي هو إدخال في الإسلام ما ليس منه. صحيح. يعني مثلا أنا بقول إن القوانين الوضعية هي اللي بتسبب المشاكل. يعني لما أنت منهج رباني ربنا وضعه، لما أنت بتيجي بتحكم فيه حسب ما تريد الأهواء، حسب ما تريد الدول المستعمرة، حسب ما، يعني مثلا أنا بتكلم إن القرآن مش بس نقرأه، لازم نعمل في أحكامه. نعم. لازم نعمل في إن أحكامه القرآن للعمل وليس فقط للتلاوة، مطبقة فيه. نعم. مطبقة فيه. هلأ مثلا دعوة تغيير، يعني مثلا القرآن هو شفاء، شفاء للعلاج السحر، شفاء للحسد، بيعطي نشاط، بيعطي حيوية، بيعطي همة قارئ القرآن. هلأ الآن اللي بدي أقوله إنه الآن في هجر للقرآن. ليش؟ طيب، الأول نقطة كتاتيب اللي هي تحفيز دورات القرآن، محاربة، يعني التوجه العالمي لإغلاق حسب اللي هي ما بدها الدول الكبرى، ما بدها دورات تحفيز القرآن، ما بدها شيء يربط المسلمين بعقيدتهم. ليه؟ لأنه هذا اللي بيصلي الفجر حاضر أو اللي حافظ القرآن وكان على خلق، يعني متوقع منهم إنهم يقودوا بلادهم إلى تحرير بلادهم. هذول بالنسبة لهم بيكونوا مستهدفين، بيكونوا مستهدفين إنه حتى الجيل الصغير ما بدهم يحفظوا القرآن، ولا بيكون ولا بدهم حتى تعليم قرآن. نعم. حتى بيتم تغيير المناهج لطلاب المراحل الابتدائية الدراسية. يعني مثلا أنت بتقول أول 6 سنوات من حياة الطفل هي قائد، أنت بتشكل قائد. الأم اللي بتقرأ قرآن وهي حامل بيأثر على جنينها، بتكون أخلاقه رائعة، بيكون سبحان الله. يعني إنه الآن إنه القرآن هو منهج حياة. فالآن اللي بدي أقوله إنه بدعوة تغيير وتجديد الأحكام الشرعية، إنه آية الإميرات، إنه ليش للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض الحالات؟ أنتم ما كنتوش تفهموا النص، والعقل مقدم عن النص،
وبدعوة تجديد الدين وتغيير أحكامه بيجيبوا لك إحنا مجددين وهم الإسلام منهم بريء براء. أنا بدي أشكرك الله يرضى عليك يا أستاذ زيد. الآن إحنا الآن أخي في تغيير الأحكام الشرعية حسب اتفاقيات دولية والآن الآن يعني تتدخل الاتحاد الأوروبي بتقول أنا يا عمي بتصدروا لي قانون سيداو بدكم تنشروا في الجريدة الرسمية حتى يصبح قانون وبدي منكم قانون هدم الأسرة وأنا سبق لي إنه شرحته على إذاعتكم المكرمة وغيره. فأنا اللي بدي أقوله إنه إحنا فعلا القرآن مش بس أنا أكون مسلمة أنا بدي أدافع عن القرآن أشعر إنه قطعة مني هو مش هو القرآن لولا القرآن ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا. هلا أنا بدي أقوله شكرا الله بدي أحييك. الآن جاي شهر الرحمة شهر رمضان هل سيتم إغلاق المساجد بدعوى جائحة كورونا؟ لا يا عمي ما بدنا تغلق احنا وهي دعوة لوزارة الأوقاف أن تجد بدائل وطرق صحيح لفتح المساجد لأنه ما فيش أي مكان ديني غير المساجد أغلق كل الأماكن العبادات الأخرى مفتوحة إلا بيوت الله اللي هي المساجد تغلق. أنا بقولها احنا ناخذ الاحتياطات ولا يكون هنالك إغلاق لبيت بيوت الله أوصلوا مع الله الله بيفتح لكم أبواب رحمته فما في داعي إن احنا نغلق المساجد بدعوة جائحة كورونا علماً أن الناس المتجمعة في السوق ولا المتجمعة في البنوك ولا المتجمعة هون هي متجمعة أكثر. وبارك الله فيكم وشكراً. الله يبارك في عمرك جزاك الله كل خير. أستاذ زين مسلفيتي أروح لأخوي موسى من يطا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخرنا عليك أسف جداً أستاذي. يعني بداية فضل. أنت سؤال لماذا هجر المسلمون القرآن 100% هذا سؤالي. في سنة 1907 عقد مؤتمر في لندن لرؤساء وزراء الدول الأوروبية. هذا المؤتمر وزع فيه رئيس وزراء بريطانيا خارطة العالم الإسلامي على المجتمعين وقال لهم شوفوها. كان أهم شيء في هذا الأمر هو تمزيق العالم الإسلامي أي بالقضاء على دولة الإسلام. فعندما قضي على دولة الإسلام قضي على تعاليم الإسلام تطبيقا في الأحكام. أنا لا أريد أن أتكلم عن أهمية قراءة القرآن ولا عن أهمية تعليم أبنائنا القرآن الكريم هذا أمر مفروغ منه ولكن هجران القرآن من الأم اليوم هو هجران التطبيق. فالقرآن الكريم لم يطبق نهائيا لم يطبق منذ أن هدمت دولة الإسلام. بالعكس كل الدول القائمة في العالم الإسلامي هي دول ولدت من رحم أوسلو ولدت من رحم حرام فهي تعمل منذ أن أسست إلى يومنا هذا على محاربة القرآن الكريم وعلى تأويل القرآن الكريم وعزب الكبير على علماء الأمة العلماء الذين يفتون على ذهب المعز وسيفه يؤولون القرآن كيفما يريد الحكام. فهذه مصيبة من مصائب الأمة الإسلامية التي جعلت تهجر القرآن الكريم. فلذلك هجر القرآن الكريم كان هو بسبب ما وقع فيه الأمة الإسلامية من ضياع أهم هم مزقوا العالم الإسلامي أخوي موسى مزقوا العالم الإسلامي وجابوا لنا الهلسات يحكمها الإسلام. نعم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا أمر بديهي. الأمر الآخر عندما أتشاجر أنا وأنت نذهب إلى الفرع أو إلى محكمة الصلح ولا نذهب إلى شرع رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هجر القرآن. فأنا أدعو إلى أن نصحب القرآن الكريم حكما وتطبيقا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فإن أنتم تركتم سنتي لن تضلوا بعدي أبدا. وإن لذلك احنا تركنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتركنا القرآن الكريم. لذلك سلط الله علينا من لا يخاف ولا يرحمنا ولا ينزع خوفه من قلوبنا حتى نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا فلا نهجره. فالأمر الآخر هو أن نعلم أبنائنا على الأقل كل يوم نص حزب في البيوت يا سيدي نعلمهم آية والله أنا بقبل بآية أخوي موسى والله يعلمهم آية واحدة في 360 يوم هي 360 آية هي بيعلموا منيح. أقول لك أنت لو كل يعني لو كل غير قعدت أولادك قبلت أنت ويوم علمتهم قراءة صحيحة يعني لك الأجر ونص. هذا أمر رهيب جدا. في أجر وفي بركة للدار وفي ابتعاد للشياطين من المنزل. فهذا يجب علينا أن نعمل جاهدين على أن نتعلم القرآن وأن نطبقه على العالم كله لأنه رسالة ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أريد أن أسأل أنا البرنامج اللي سبق هذا كنت فضيل تكلم فيه عن السعر كنت أحب أن أشارك فيه كان برنامج مهم جدا
لذلك ما يذهب الناس إلى السحرة إلا لعدم علمهم بالقرآن ولعدم قناعتهم. احنا بنحاول نربط المواضيع ببعضها إن شاء الله. الله يجزيك خير أخوي موسى. هو لأن تحدثنا عن ذلك جئنا بالقرآن، لأنه هجر القرآن يجعل الناس يذهبوا إلى المشعوذين للأسف الشديد. هذا واحدة من الآثار. أخذ أختنا مستمع من الداخل. السلام عليكم. مستمع من الداخل أخوي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أخي الكريم. فاتح موبايله وبسمع الشباب. على كل حال عبين ما يسمعنا تسمعنا. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك العافية. تسمعنا من الجوال لو سمحت حتى نسمعك كويس. الله يجزيك الخير. تسمعني من الموبايل من الجوال أو من التليفون واحكي معي من التليفون. الله يكرمك تفضل. تقول بالنسبة للقرآن الكريم محرومين، يعني لا تقدر نعم. بأي ثمن من الثمن. والله صدقت. العالم كله حرم حاله والتهف الرزق والتهف الشكاء والشكاء كلها تغرى برضه ونتيجة ترك للقرآن الكريم. صدقت الشهد. بيطلع الواحد من الصبح من داره بيرجع بنص الليل بحط راسه بنام وعمليه ماشي، لا فاضي لا للقرآن الكريم ولا فاضي لشيء، وهم الوحيد انه يلم الرزق. طب القرآن الكريم هو ذاك الراحة وباجا انك انت اذا حضر اي او ايتين او صورة او صورتين وتروح على الجامعة وتقرأ والامام يكرهن تنبطرك بصوت تقرأ شو بكره. الامام لما انت حاضر مثلا كتب من صوت البقرة ولا كتب من صوت العمران ولا اي صور من قصار الصور والامام بدأ يقرأ انت بتبقى بالضبط تتابع حتى كل شيء له جو قصار. الله يكرمك. القرآن الكريم هو الغذاء في صفة يعني بتلكش عليه كل الصفات الحميدة كل الصفات اللي بدك تريح اقرأ القرآن الكريم. بدك تتحدث مع الله اقرأ القرآن الكريم. بدك تصادق الناس اقرأ القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي بيحفظه بيفهم شو معانيه بصورة عيض أحاله وعلى الندم القديم. أشهد أنا ولا شو سويت بحالي بعشرات السنين اللي مرتت. آه والله. ليش ما حفظتش القرآن الكريم؟ ودائما يقولوا النكشف الحجر يعني التعليم بالكبر كالنكشف الحجر. أنا بقول له هذا المثل حطوه على جنب. وأي جيل أي جيل بيبقى الواحد يحط النية ويبدأ يقرأ في القرآن الكريم طوالي بيبدأ يحفظ حتى لو ما حفظش القرآن الكريم في استدراج إما لما يستفيد يمر عليه الآية يحفظها. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. القرآن الكريم أمر فيها ودشرناها. أنا بقول ممكن عقاب رباني علينا بالنعمة هاي. أنا بقول حرماننا النعم وحرماننا الطريق. طبعا هو هجر القرآن. هجر القرآن هذا النتاج التي نراها من قتل واعتداء وضرب واضطهاد ويتحكم يعني فينا الظالمون للأسف. الله يجزيك الخير. أنا بقول لعيدها الجملة وأنا متداخل وأنا عارف كان فيها الشغلة. نعم. تعال للورث حكم رباني لا بكون حاكم إنساني ولا بكون حاكم إنساني. النبي عليه الصلاة فصل التفصيل التدريجي اللي بالنسبة للوريث والقرآن الكريم أعطاك الحلول كلها. صحيح. ما شاء من القرآن الكريم الحجاب الفتن بما فيه من بتشيب بدك من أي نوع فتن شبطيب إن إحنا لولاد هذول بدهم يشعوا على القرآن الكريم وشايفين تحذيرات القرآن الكريم ماشي في أولادنا. للأسف. بدي أشكرك أخي الحبيب. بدي أشكرك. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. شكرا. أنا بشكرك على ما تفضلت. شكرا. شكرا. الله يجزيك الخير. بتحدث مع الله بتحدث مع القرآن الكريم. أرجو من الله تعالى أن يكون الكتاب ربيع قلوبنا يا رب ونور صدورنا يا رب العالمين وجلاء الهموم والأحزان يا رب. الله يجزيك الخير. الله يكرمك. الله يتقبل منك إن شاء الله ويجزيك الخير. أروح لأخوي الحج عبد الله صنور. سلام عليكم حج عبد الله. كيف حالك؟ تأخرت عليك كثير. أنا يا روحي حقك عليك. صبحك بأنوار النبي. روحي أنت. الله يسعدك. الله يخلي لي إياك يا رب. تفضل. آه والله لا يجوز الحلف إلا بالله وبالقرآن لأن القرآن عظيم يا دكتور. صدقت. تداووا بالقرآن يا أستاذ فيه شفاء للناس. صحيح. المعوذات تشفي بأمر الله كل شيء. والله أنك صادق. وأنا والله ما بدي أطول يا دكتور وبدي أخلي لأنه ما شاء الله كل اللي قدامنا ما شاء الله عنه. الله يفتح عليك شيخ حج عبد الله. شكرا. شكرا حج عبد الله. تنساش تدعي لنا للياك. وأروح لأخوي عبد الفتاح من رام الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك تسمعني من يعطيكم العافيه. الله يعافيك. بس تسمعني من التليفون الله يكرمك لانه في صدى. حاضر يا اخي. حاضر. ضلك حاضر يا رب محضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون الله. نعم. ومن يتولهم منكم فانه منهم. نعم. انه عار على امتنا العربيه بكل دولها. نعم. ان تتخذ اليهود والنصارى اولياء، هذا عار يعني ليس له وصف. احنا هذا انا بعتبره يعني عدم ضمير. الضمير اذا كان عندي انسان ضمير معناها عنده دين، اذا كان عندي الانسان اخاء معناها عنده دين. فليرجع الى القران الكريم شو بيقول في سوره الحجرات، فليرجع الى القران الكريم شو بيقول في سوره البقره، فلنرجع الى ما انزل الله عز وجل. فهنالك اذا كان تدبرنا ايات الله راح يبقى عندنا ضمير، اذا صار في عندنا ضمير معناها صار في دين، لانه الضمير هو المقوم لخلق الانسان. احنا للاسف اتخذنا امريكا وحلفاء امريكا هم الرزاقين ونسينا رزق الله، اتخذنا هم الغالبين ونسينا ان الله هو الغالب. اتخذنا حاجات كثيرة تشد عن الدين وتشد عن الضمير لا داعي لها لذكرها. يا اخي الكريم، القرآن الكريم جامع لاربع جامع لثلاث كتب، الزبور والتوراة والانجيل. القرآن الكريم جامع لكل هؤلاء. فوالله يا اخي ينقصنا الضمير، زي ما قال الشاعر: يا اخي ان فاتك الصبح المنير فاستعن بالعلم من صوت الضمير، يا ريت العلم ادي فينا الى ان ننظف ضمائرنا حتى نرجع الى الله بشكل صحيح، ولا نتخذ القرآن مهجورا، انه عتاب لنا يوم القيامة. لما يا عبادي اتخذتم كتابي مهجورا. ماذا سنجيب؟ ماذا سنقول يوم القيامة؟ الله يعافينا. الله يعافينا. الله يجزيك خير. يا اخي يعني هذا تعليقي البسيط. بركت يعني في وجهة بني ادم حاجات كثيرة يعلق عليها. الله المستعان. الا انه احنا يعني برنامجك اسال الله ان يثيبك عليه بالاجر العظيم. جميعا الله يجزيك الخير. السلام عليكم. اخوي الاستاذ عبد الفتاح من رام الله، الله يبارك في عمرك. اروح لاخوي جلال العمودي. السلام عليكم جلال. حياك الله. الله يرضى عليك، تفضل. صباحك ما شاء الله، الله يوفقكم على البرنامج الطيب. صبحك ونور النبي خلي لي اياك. دكتور ما شاء الله عنك دائما رائع ما شاء الله. استغفر الله، الله يتقبل منه منكم. طبعا نتكلم على صاحب الاذاعه الله يرحمه الشيخ محمد سعيد ملحد. تعيش الله يحفظك. اللي كان هدفه وامله يبث القران ولو بحاره في نابلس، بث القران ما شاء الله في العالم. الحمد لله. هلا نبدا المداخله في سؤال، ليش احنا في ديننا عندنا مثلا رمضان مره في السنه، الزكاه مره في السنه للمقتدر، الصلاه هلا الظهر، ليه مش هلا الظهر؟ ليش ثاني نص ساعه ساعه؟ ليش؟ لانه ديننا دين نظام وديننا دين يعني متابعه، فالقران بده نظام وبده متابعه. يعني شو الانسان شو يعني في كثير ناس من اللي انت بتحكي لهم بتقول له ليش تقرا شو القران؟ بقول لك ما في وقت، في منهم هيك بقول لك ما في وقت. بعرف كيف مضى النهار. طب انت نظم النهار واعطي انت مجال نص ساعه، يعني ليش لما يكون في عندك زياره لناس انت بدك تروح تزورهم لابن احمد لا لكذا لا حد جهز كل حاله وجهز كل اموره بالضبط يرتب اموره، انه انا بعد العشاء بدي اروح او على الساعه 7 بدي اروح، برتب كل اموره، بيعرف كيف يعني بيكون مثلا احكي له في موضوع بقول لك والله مش عارف الاولاد شغلوني، طب ليش انت لما تروح مشوار بتعرف تدبر الاولاد عند اخوك عند اخوها اللي هو، ليش وقت القران بتيجي تقول في شويت؟ صحيح يعني هذا سؤال مهم ومداخله ان شاء الله. الله يجزيك خير، الله يكرمك اخوي جلال. امين، الله يبارك في عمرك، تقبل منك ان شاء الله. شكرا. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. وانا شاكر لكل اخوه باتصالاتكم الرائعه. خلينا نروح انا وياكم على الفيسبوك ونقرا ماذا قال الاخوه والاخوات على صفحه الفيسبوك الخاصه بإذاعة القران والبث المباشر في هذه الاذاعه الكريمه. اسال الله يحفظكم. سامر او سمير بول، السلام عليكم، سعد الله صباحكم وبسمه، جزاكم الله كل خير. واخونا ضياء صواف تقول الله اجعل القران عظيم
ربيع قلوبنا ونصر نور صدورنا يا رب العالمين. وجزاكم الله كل خير في إذاعة القرآن الكريم. رزان بتقول صباح الخير دكتور، لو سمحت هذا اللي احنا بنعاني منه، المساجد مش بس للصلاة، تغلق الآن المساجد وتغلق حلقات القرآن، وأولادي بطلوا يحفظوا القرآن. كانوا أولادي يحفظوا القرآن ويتعلموا على أيدي شيوخ مثل مصر، وكانوا يتعلموا ويحفظوا القرآن. أخوي مؤيد بقول يسعد صباحك دكتور محمد، للأسف المعظم هجر القرآن، تطبيق مناهج حياة، وللأسف يعني فقط نقرأ على القبور ولا نقرأ عند الأموات، وللأسف الشديد يعني ابتعدنا ابتعادا مؤلما عن القرآن الكريم. نادية بتقول الله يصبحكم بالخير، الله يبارك فيكم وأنا أصبح عليكم من القدس الشريف الذي كان فيه مساطب تعلم القرآن الكريم. فاطمة يعطيك العافية دكتور، والله قشعر بدني، ليس لنا عذرا أمام الله. اسمح لي من أعلى منبركم الموقر بتوجيه كلمة لوزارة الأوقاف بأن تعمل جادة على توظيف من خريجين الشريعة الإسلامية العاطلين عن العمل بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم في المساجد، وعمل مسابقات ومنافسات، ولكم جزيل الشكر والاحترام. وهذا قد نقلت رسالتك يا أختي. تيسير بقول لسعد الله صباحك دكتور، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأنصح الجميع التمعن في القرآن الكريم وليس فقط التلاوة. أخونا حسين غبارية بقول كثرة قراءة القرآن تربي صاحبها دون أن يشعر، فيزيد إيمانه ويطمئن قلبه ويهنأ بحياته ويقنع برزقه وتزداد رزانته وتظهر الفصاحة في حديثه ويخلو حديثه من الألفاظ التي لا تليق به، ويترك أمورا كان يفعلها من قبل لأن استضاء قلبه بنور القرآن الكريم. أخوي إيمان بتقول ليس نحن من هجرنا القرآن، القرآن هو من هجرنا، هجرنا لأننا لا نطبق شرع الله في حياتنا ولم نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هجرنا القرآن لأننا أصبحنا عبادا للدنيا وشهواتها. والله يا أخي بعرف أشخاص كل ما بيجي يمسكوا المصحف بيجي شيء بلهيهم، سبحان الله، حرموا من القرآن وحرموا النعم، اللهم عافينا. أخونا محمد أبو عبيدة بقول شغلتنا أعمالنا وأولادنا جمع النقود ومشاغل الحياة عن التدبر القرآني وقراءته. أختنا آمنة أحمد شماسنة بتقول لي ورد في الحديث الذي رواه عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، اللهم عافينا واعفو عنا. وفي الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم بالبيت الخرب، خربان بيتك وخربان قلبك، اللهم عافينا، أي البيت الذي لا يصلح للسكن ولا يسكنه أحد وتبقى فيه الحيوانات السائبة، اللهم احفظنا واصرف عنا ذلك. أختنا دلال سماحة تقول الحمد لله يعني رب العالمين، وتهانينا وتبريكاتنا لقراء القرآن وأهله وأحبابه وأحبائه، وأنتم يا أهل القرآن وأحبابه على عاتقكم حمل كبير أن تبلغوا منه ولو آية لمن أدرك واستمع أو عقل. أنتم بدائرة أسركم ودائرة أعمالكم، أسمعوهم آيات الله، واتلوا أمامهم القرآن وذكروهم به تعاليما بمجالسكم وترحالا بحالكم، اجعلوا لغتكم وقوتكم وأسلوبكم من وراء كل ذلك القرآن الكريم، تحدثوا عنه عن عظمته لأبنائكم وأحفادكم، حثوهم على فتحه وقراءته ولو آية ثم صفحة ثم جزءا ثم حزبا وأكثر من ذلك. محادثوا أحبابكم وأصحابكم، اجعلوا كل أحاديثكم تكون عن القرآن ومعانيه وفصاحته وبلاغته وأحكامه، لعل القرآن يصبح جزءا حقيقيا من حياتنا. أخونا عمر الخراز ورأى الله يجزيك الخير يا دكتور، حفظك الله بما يحفظ به عباد الصالحين وإذاعة القرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، اللهم أمين. الله يكرمك أخوي عمر. وتقول أختي آمنة أحمد، وكمان ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن عمرو بن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل القرآن كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا عيني شوف ما أجمل نيال الحفاظ والعاملين بما حفظوا. سنة تقول وكما سمعنا وتعلمنا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخر فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معه فعليه أيضا بالقرآن. القرآن أسلوب حياة راقية تكون بأفعالنا لا بأقوالنا فقط. إيمان حسني تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور، حكوماتنا يعني للأسف ذهبوا فينا ويعني يبعدون عن القرآن الكريم، وإحنا يعني ماشيين وراهم مش عارفين وراح يودونا.
اللهم استرها. يعني الدراسة على التيمز بيعطوا الطلاب عربي ورياضيات وانجليزي، دين فش على التيمز يلا مشان تنبسط يا دكتور. انا شو دخلني يعني ايش مقصود منهج ولا تقصير؟ هذا بدي جاوب عليه وزير التربية مش انا. ام حسام، القرآن الكريم كلام الله ودستور حياة لنا، هو عزنا وقدوتنا، تركناه وبعدنا عنه وجعلناه وجعلنا لقمة سائغة للغرب. أعداء الإسلام أبعدوا المسلمين عن قرآنهم العظيم، وللأسف هذا الواقع المؤلم. الحاج صالح غطاش أبو ليسعد صباحك دكتور محمد، للأسف المعظم هجر القرآن تطبيق مناهج حياة، للأسف كلنا هجرنا القرآن ولم تصبح لغتنا لغة قرآن. أبو أنس الطباسي جزاكم الله كل خير يا دكتور، وربنا يحفظكم ويحفظ إذاعة القرآن الكريم. على كل حال يا جماعة الخير، خليني كمان، نعم صحيح هجرنا القرآن لكن منضلاش نقول يعني الشر كله، لكن في خير. وجود إذاعة القرآن الكريم إن شاء الله هو خير، تبث من هذه المدينة المعطاء هو خير، لعالمنا الإسلامي هو خير، ولها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله، وأجر من أسسها فضيلة الشيخ العلامة، أسأل الله يتقبله في الصالحين، محمد سعيد ملحس، الله يا ربي يتقبله في الصالحين ويحفظ أبنائه ويحفظ أيضا كل العاملين. واسمحوا لي أن يعني أحثكم على الدعاء لكل المرضى، وتحديدا أخي الحبيب الأستاذ رضا ملحس مدير عام إذاعة القرآن الكريم. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه الشفاء الذي يأتي بعده السقمة، وأن يرده سالما غالما لهذه الإذاعة يا رب العالمين، ويحفظكم أنتم وأهليكم جميعا. أيضا يا كرام، نحن فخورين في نابلس بوجود أكاديمية القرآن الكريم، هذه المدرسة المعطاءة التي تتبع للجنة زكاة نابلس، والتي تحفظ أبنائنا القرآن الكريم من صف أول وحتى المرحلة الثانوية، تخرج طلاب العلم يحفظوا كتاب الله، وهي المدرسة الوحيدة في كل فلسطين لها هذا الفضل. وكل الحب والتقدير لمراكز القرآن التي تعمل رغم كل الصعوبات والظروف القاسية، للمدارس التي تحاول أن تحفظ أبنائنا ولو أجزاء بسيطة وقليلة، لها كل الحب، المراكز القرآنية للبنات للشباب، هذه كلها ندعوها أن تزداد وأن تزيد، لأنها تصنع في قلوب أبنائنا قرآن، ونحتاج إن شاء الله أن يكون هذا القرآن على الأرض دستورا يمشي نراه فيما بيننا. هذا الشيء جميل وطيب، لكن نحتاج، نحن نريد أن نرى القرآن في السلوك، نريد أن نرى القرآن في الأحكام، نريد أن نرى القرآن في الأفعال، نريد أن نرى القرآن على الأرض نراه بتطبيق أفعالنا. هجراننا للقرآن، وللأسف بشكل عام الناس عندها هجر القرآن الكريم، بشكل عام الناس تتحجج فيش وقت، لكن بتلاقيهم على الجوالات الساعات الطوال. وأنا أدعوكم دائما لمتابعة إذاعة القرآن الكريم، يعني يا سيدي أقل القليل اسمع هالإذاعة يا أخي، وانت بسيارتك، وانت جالس تستنى الدور، وانت جالس تستنى الموعد الفلاني، فيها الخير، لعل أقل العذر أنك تسمع القرآن فيدخل في قلبك فيترق ذلك القلب، فترق القلوب إن شاء الله رب العالمين. وبفضل الله أيضا الشيء الجميل أيضا بإذن الله رب العالمين، أيها الحبيب الغالي من يسمعنا ويتستمعنا الآن، فيه التفسير وفيه الأحاديث، وهذا جهد، لكن نحتاج منكم أيضا الإصرار على حفظ القرآن الكريم والعمل به. نعم هجرنا القرآن الكريم، نحن هجرناه في الاعتراض وفي الدعوة، وللأسف هجرنا القرآن الكريم بالأفعال. من هجر القرآن الكريم أننا لا نفهمه، هجر القرآن الكريم أننا تركناه بالكلية، هجر القرآن الكريم أننا ابتعدنا عنه، هذا للأسف من هذه أنواع الهجر، هجر الإصغاء وهجر العمل للأسف، وهجر التدبر وهجر الاستشفاء والتداوي، كل هذا هجرناه للأسف الشديد، ابتعدنا عن قرآننا أحكاما. وللأسف أنه دائما من أسباب هجر القرآن الكريم في بلادنا منها كثرة الذنوب والمعاصي، وللأسف الإصرار عليها، ولذلك يعني كما جاء بالحديث ينكت في القلب نكتة سوداء. اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا يا رب العالمين، عودوا لقرآنكم واجعلوه تطبيقا على الأرض. شاكر لكل إخوة الذين اتصلوا وشاركونا باتصالاتهم، والذين شاركوا أيضا بتعليقاتهم عبر الفيس، والذي دائما يدعو لنا في ظهر الغيب، جزاكم الله كل خير. ولفريق العمل في الهندسة الإخراجية والإعداد والمتابعة الأستاذ الدكتور محمد الملاح، وفي الإعداد أيضا الأستاذ أريج عمران، ولكم خالص الحب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.